السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم برنامج لتفقه في الدين، برنامج مسابقات ورمضاني ويأتيكم بخلال شهر رمضان برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني. يقدم لنا في كل يوم جائزتين قيمة كل جائزة $50، فشاركوا معنا وكونوا معنا. اليوم سنتعرف وإياكم الآن على أسماء الفائزين، لكن قبل ذلك نعرض السؤال الذي تكلمنا فيه بالأمس وعرضناه أمس. يقول السؤال: اشترى رجل سلعة أونلاين فوجدها مخالفة للمواصفات، الجواب الصحيح كان الحكم المترتب على ذلك أنه له أن يردها ويرجعها، لأن له خيار الرؤية عندما وجدها غير مطابقة للمواصفات التي اشترى بها. دعونا الآن نتعرف على أسماء الفائزين معنا لهذا اليوم. ألف ألف مبارك للفائزين معنا اليوم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يوفق الجميع، فاحرصوا على المشاركة دائما وأبدا والاستفادة من هذه المعلومات. اليوم سنتحدث عن السفر وأحكامه، وهذا السفر له قصة كبيرة مع الفقه الإسلامي عندنا، وهو من الأسباب الموجبة للرخص والتيسير والتسهيل على الناس، لأن السفر في حقيقته قطعة من العذاب، سفر فيه تعب فيه مشقة، فلذلك أنيطت به بعض الأحكام التي جاءت بالتخفيف على المسلمين، لأن الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، ودائما هناك أسباب مخففة لبعض الأحكام بسبب حالات الناس. مسافة السفر هناك من حددها ب 89 كيلومتر، وهناك من حددها بأقل من ذلك أو نصف من ذلك أو أكثر من ذلك، لورود بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في مدة السفر الذي ترخص فيه. لكن كما قال بعض العلماء أن الراجح في ذلك هو أن موضوع السفر ما يحدده العرف، فمطلق ما أطلق عليه الناس سفرا فهو سفر، يعني عندما يتعارف الناس على أن هذا سفر هو سفر. يعني احنا مثلا في بلادنا لما يطلع الواحد على مثلا، نحن في طول كريم تبعد عنا نابلس حوالي 25 كيلو، نقول هذا ليس سفرا، لا نتعامل معه كسفر. لكن من يخرج الى رام الله مثلا او الخليل، هذا نتعامل معه كسفر، تناط به الاحكام الشرعيه. فاذا خرج الانسان خارج البنيان فقد ترخص واصبح هناك رخص للسفر يستطيع ان يفعلها. ومن هذه الرخص التي تعلقت بالسفر هي معددة، لكن لابد أن نركز على أن تكون هذا السفر سفر طاعة لا سفر معصية، وهذه أيضا قضية مهمة يجب أن ننتبه لها. سفر طاعة يعني بمعنى الإنسان مثلا سافر إلى الخليل يريد أن يتاجر أو يشتري بضاعة أو يذهب إلى زيارة أحد، هذا سفر فيه طاعة. أما إذا ذهب من أجل أن يحضر مهرجان راقص فيه عري فيه خمور فيه كذا، ذهب إلى بيت لحم ليحضر رأس السنة واحتفالاتها أو لكريسماس، فهذا سفر معصية لا يستحق أن يكون فيه رخص، فلا تناط الرخص بالمعاصي. من الرخص رخص السفر التي يعني جعلت في شرعنا للتخفيف على الناس، أولا قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، يعني يصلي الظهر ركعتين ويصلي العصر ركعتين وصلي العشاء ركعتين، المغرب لا تقصر تبقى ثلاثة، والفجر هي أصلا ركعتين فلا تصبح واحدة. أيضا من ضمن الرخص هي رخصة الجمع بين الصلوات عند جمهور الفقهاء، فيصلي الظهر والعصر معا في وقت الظهر أو في وقت العصر، ويصلي المغرب والعشاء معا في وقت المغرب أو في وقت العشاء، يعني جمع تقديم أو جمع تأخير. أيضا من الأمور المتعلقة في السفر وهي من الأحكام المخففة، قال عدم صلاة الجمعة للمسافر، للمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، لأن الجمعة تجب على المقيم دون المسافر، لكن إن مر في بلد ثم صلاها فهذا يعني جائز وله الأجر، لكن إن لم يصلها وبقي مسافرا في طريقه فهذا لا إثم عليه، لأن الجمعة تسقط ويكون مكانها الظهر، يصلي مكان الجمعة الظهر. أيضا من الرخص التي تتعلق بالسفر هو جواز صلاة النافلة على الراحلة وهي مثل داخل السيارة، يعني أنا صليت الفرض وثم صعدت إلى السيارة وسرت، ممكن أنا وأنا أسوق في سيارتي أو أنا جالس بجانب السائق أصلي أقول الله أكبر وأصلي ركعتين السنة، تعاد صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب العشاء بغض النظر، هذا جائز أن أصلي النافلة حتى لو تغير اتجاه السيارة بغير اتجاه القبلة، فهذا لا بأس به وهي من رخص السفر. أيضا من الأحكام المتعلقة في السفر قال مدة المسح على الخفين، نحن في المقيم في بلده يمسح يوم وليلة 24 ساعة، لكن المسافر
يمسح 72 ساعة، 3 أيام بلياليها 72 ساعة يمسح على خفه، فإذا مضت 72 ساعة يخلع الخف ثم يتوضأ من جديد ثم يلبسه مرة أخرى. لكن 72 ساعة، وهذا قد يكون في أيامنا هذه يعني قليلا مستهجل لأننا لا نملك نمكث هذه المسافة، لكن في زمانهم وهم يسافرون في البادية كذا، فكان هذا من أهم الرخص بالنسبة لهم. أيضا من ضمن الرخص كما قال بعض الفقهاء أنه يترك السنن الرواتب ما عدا سنة الفجر، يعني ممكن أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون سنة رواتب، لأنه قالوا إذا كانت الصلاة الرباعية قد قصرت، يعني الفرض بدل 4 صار 2، فهذا يعني أولى أن يخفف عنه في صلاة الرواتب، هذا عند بعض الفقهاء. وقالوا يعني أيضا يستحب له صلاة النافلة كما قلنا في الدابة على الدابة أو في وسائل المواصلات. هذا يعني أهم الأحكام المتعلقة في رخص السفر، وهذا يعطينا حقيقة انطباع كم هذا الإسلام فيه تيسير على الناس وتخفيف على الناس ويرفع الحرج عن الناس. بناء على ما تكلمنا به سنطرح على حضراتكم سؤالا، استعدوا لسماع السؤال لترسلوا الإجابة. يقول السؤال: ما حكم جمع الصلاة لمن سافر لمشاهدة حفلة مختلطة محرمة؟ الخيارات: الأول يقول يجوز له الجمع وسفره حرام ويأثم على هذا السفر. الخيار الثاني يقول لا يجوز له الجمع لأن سفره يكون سفر معصية. أما الخيار الثالث لا يجوز له الجمع في طريق الذهاب لأنه يذهب إلى المعصية، ويجوز في طريق العودة. وهذا الخيارات الثلاثة، أرسلوا الخيار الصحيح الذي ترونه صحيحا على الرابط المرفق في هذه الحلقة ومنشور هذه الحلقة، وإن شاء الله تكونوا فائزين معنا بإحدى الجائزتين المقدمتين من البنك الإسلامي الفلسطيني، $50 لكل جائزة. والآن نلقاكم مع حلقة جديدة من برنامجكم يتفقه في الدين. استودعكم الله في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.